2021 بداية أسبوع موفقة لكم الناس الكل. ردوا بالكم على رواحكم السخانة، اليوم طقس سخون برشا برشا. ربي مع الناس الكل اللي يخدموا في الشارع تحت الشمس، ربي يقويكم وربي يشد لكم في صحة بدوناتكم. كالعادة سويتين من زمان باش نكون معكم أميمة عياري مع يمينة بوغنجة في الإعداد، يعاونها نور كيف كيف. نسلموا برشا زيد على زينب اللي معنا جديدة هوني في ستار تايم، كيف كيف معنا بجا في الإخراج وفريق الديجيتال، تحية كبيرة لكم. تنجموا تتفرجوا علينا على نوتخ باج فيسبوك راديو إي إف إم، وإلا على الشين يوتيوب نتاعنا الخاصة براديو إي إف إم وإلا إي إف إم تي في. سمعتين ونص باش نكونوا معكم من 5 لـ 7 في ستار تايم. ستار تايم، مرحبا بتعليقاتكم كومنتاريتكم وين ما كنتوا، تحية كبيرة ليكم من تونس ولا خارج تونس، كالعادة نسلموا عليكم. وبطبيعة نفرحوا برشا بتعليقكم. اليوم باش نحكيو مع ضيفة هي ممثلة إعلامية تونسية مقيمة بمصر، قدمت العديد من البرامج في عدد من القنوات المصرية الجمعة اللي فاتت كان انتشر لها تصويرة، وهي لطف عليها كانت عملت أجرت عملية جراحية، واليوم باش تكون حاضرة معنا بالتليفون مباشرة من القاهرة باش نطمنوا على صحتها. الإعلامية التونسية هدى بن عمر. ألو ستار. هدى أهلا وسهلا. مرحبا، شنو أحوالكم؟ لاباس عليك؟ يعيشك الحمد لله. ساعة طمنا على صحتك، شفنا تصويرة كانت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنت عملت عملية جراحية، إن شاء الله باللطف عليك ساعة. يا عايشك، انا عملت على ليجامون كروازي. لطف عليك يا هدى. الرباط الصليبي، عايشك حسني، ولا هنا الرباط الصليبي في ركبتي. وفي عندي زوج ارض تزايد قطعوا كاريمون هكا. دونك عملت سكانير وعملت كل شيء، بيبقى لي زوج طول عمليه. دخلت نهارتها عملت عمليه. انت تعرف البرا واحد كي يعمل عمليه مش في البيت يبقى خايف برشا. بالطبيعة. انا اول عمليه جراحيه نعملها في مصر ديجا. الحمد لله. ان شاء الله اخر عمليه يا هدى، ان شاء الله ما عادش تعاودها. واللطف عليك والحمد لله على سلامتك. برشا شفنا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا ناس كانوا تمنوا لك الشفاء. نتصور اللي محبه الناس هذايا كنز كبير. شو اجا نقول لك، اغلى حاجه في الدنيا محبه الناس. انا تليفوني من نهار اللي خرجت من نهار هنا في الكلينيك طبعا ما سكتش، معناتها نحب نشكر برشا عباد، اعلاميين، فنانين، اصحابي، عيلتي، الناس الكل حق، معناتها المحبه تظهر وقت الشده بالحق. ربي يكون مريض يا رب. امين يا رب. الحمد لله عليك باللطف. ودي قلت فما اعلاميين وفنانين، شكون ابرز الاعلاميين والفنانين اللي طلبوا هدى ويمكن انت ما كنتش تتوقع انهم باش يطلبوك ويطمنوا عليك ويكلموك؟ لا والله، شو احنا ديما رانا نخرج بعضنا عاطف الغربيه، برشا اسماء والله. نقول لك ليلى الحمد لله، برشا توا عرفتك المزيد. باش ما يتغش عليك حتى حد زاده. برشا والله برشا، نسيت سامحني. عرفتك الواحد مازال تحت تأثير البنج، وشفتوا البنج في مارتين بنج، كريمة وسلاتي، ريم علوي، برشا كلموني برشا الحق. يعطيهم الصحة. دونك مازال الكونتاكت مع الإعلاميين التوانسة، مازلت اون كونتاكت معاهم؟ بيان سيو، صحابي وعشرة عمر وخدمنا مع بعضنا. ريم علوي زاد صاحبتي بالبدا، عفاف، كريمه وسلاتي، الكل حق نتاع ربي. تحية لهم الكل. الكل سامحيني يا مان نسيت اسماء. الله غالب والله، نزلت كي خرجت البارح من كلمة ديجا قعدت 3 أيام. الحمد لله عليك باللطف هدى. عندك قداش تو ما روحتش لتونس؟ صافي 2 سنين تو. عامين برشا، عامين دالي من قبل الكورونا. انا كل مرة نقول باش نجي نرقى الكورونا، كل ما نجي نلقى كورونا. عرفت برا كورونا بيخليك، وبعديك اجى الكورونا ربي يهزها ان شاء الله. وانا قاعده مستبشره خير باللي تفرج فيه اللي قاعد يصير في تونس. الحمد لله. تونس بالنسبه لي اليوم جمهوريه تونسيه جديده، تونس جديده. بعد 25 جويليا تقصد؟ اي بيان سور. انا والله العظيم وقتها نبكي، عرفت نشوف في نساء بلادي ولاد بلادي كيفاش خرجوا وكيفاش قالوا القهر لا. وقيس سعيد رئيسنا ربي يخليه وربي يفضله، خذا يعني عمل خطوه جريئه والشعب التونسي وراه. انا قاعده نتفرج في التلقيح وقاعده نتفرج في تونس جديده. يا ربي يبقى علينا الستر. احلى حاجه في حياتي اللي بلادنا باش ترجع احسن من اللي كانت.
الحمد لله ربي. البارح ظهر لي الاخبار اللي فرح ورقم قياسي اكثر من 500,000 البارح اخذوا التلقيح، والعالم الكل يحكي على تونس. نتصورك عالمية تونسية تكون فخورة وفرحانة باللي صاير في تونس. اكيد انا حتى نسهر والله العظيم لهنا فرحانين اكثر من احنا فرحانين. يسلموا فيا مبروك هدي يا تونس رجعت محليها، صدقني فرحانين اكثر من احنا فرحانين. احنا عرفت مثل البشائر كلها حتى اصحابي برا كلهم مبروك مبروك. حسيت اللي بلادي بالحق، ولقوا يزيد هنا في القناة المصرية كل يوم 24 الأخبار التونسية وقالهونا ماذا شوفوا الشعب التونسي الإرادة متاعه في وصلت. فما ناس خلق تونس قوم تعمل ثورة ويرجعوا يخدموا لبس عليهم. قلت نصلي عمي دي الحمد لله ربي بقي السطر إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله اللي جي يكون أحسن من اللي تحدى. لو كان أعطيك مساحة هكا مفتوحة تقول فيها اللي تحب ولا توجه رسالة لرئيس الجمهورية، شنو تقول له؟ نقول له ربي فضلك كمل، احنا وراك، الشعب كل وراك. يعني انسان نقي، انسان يحب تونس، يحب شعب تونس. انا قاعده نشوف في الاجراءات اللي يقوم بها، قاعده نشوف في التطورات اللي في تونس. انفان فرحنا بعد هذا شو من الثوره، واحنا ما فرحناش الفرحه اللي فرحناها. انا والله العظيم من 25 جويلي انا نبكي ما فرحة، وخاصه في الدير كي خرج كي قال خطاب نتاعه انا نبكي. انفان قلت تونس بنتها ورجالها وربي يبارك له، خذا بخاطر تونس وقام ووقف تونس على ساق. وها فما تصليحات تصبروا معاه شويه، خاطر راهو التصليح ما يجيش في نهار وليله. بالطبيعه نصبروا ايتاب باغ ايتاب ستيب باي ستيب، ما تتصلح تونس وترجع تونس خير مكانك ان شاء الله. ناوي نشكر اي تفضل هدى. نحب نشكر كل الناس اللي طمنت عليا واللي كلمتني وتليفوني ما سكتش، وربي يفرج عليهم. ونحب زيدا نقول ربي يفرج على منال عبد القوي، ربي يقاومها بالسلامة يا رب وترجع خدمتها، وربي يفرج على كل مريض في تونس. راهو المرض والعمليات راهي شو سي با فاسيل، صعيبة برشا، سيغتو تبدا مش في بيتك عرفت. تبدا واحد الغربة وقتها تحسها هدي، تحس يمكن تنساها في وقت ما، تتذكرها في اللحظات الصعيبة. بيان سيغ الحمد لله انا اونتوغي بناس وكل شيء، اما كمان تبدا تخوف تعيشك في بلادك عرفت. اما الحمد لله انا اونتوغي بالناس وصحابي لهنا نتصوروا ما خلونيش الحق، يكلموا في يهودي تحتاج حاجه عرفت. الحمد لله الحمد لله. قاعده تلقى في معامله باهيه في مصر، اصحاب مع المصريين؟ لا الحمد لله يا ربي بخدمتي، ما ناس تعرفني، حتى الناس اللي يكلموا في البرامج نتاعي يكلموني، خذوا النمرو يكلموني. انا نورمالمون كنت نطلع للبرومي في برنامج بغيت نشوف قاعده نحضر فيه. نورمالمون باش نبدا البروميت، جات حكايه ساقي يعني جمعتين ان شاء الله ونطلع. تاخذ راحه وترجع ان شاء الله لبرنامجك مادام انت جبت على الاعلام والبرامج. فما هكا برامج جديده؟ ما نعرفش اقتراحات جديده، ما جاتكش عروض من تونس؟ والله من تونس ما زادت. ماذا بيك ولا لا؟ ما بيناتنا هدى، ماذا بيك هكا ترجع تونس ولا؟ اي بيان سور واحد ماذا بيا يخدم في بلاده. نقول لك حاجه، انا بلادي قناة تونس واحد وتونس اثنين وقناة حنا بحر اللي تعلمت منهم برشا حاجات وهما في شهرتي. معناتها تونس واحد واثنين المسلسلات اللي توا يعديو فيها سيغتو اول مسلسل ريح المسك مازال يعديو فيه. وحنا بحر اللي تعلمت منها برشا حاجات، والمسرح والتلفزيون تعلمت منهم برشا حاجات. واحد ماذا بيا يعمل حتى حويجه تزيد بوركوا با. انا ماذا بيا انت تمثيل بعدت عليه شويه هدى. انا والله ما بعتش، ما فهمش عرض انا في مصر نسكر برنامج يجيني برنامج اخر. انت فاهمه تمنيت هذا يصير في بلادي، معناتها سيغتو انا قدمت برشا اعمال. ولكن فما برشا اعلاميين في تونس ولا ممثلين يتمنوا يجيو في بلاستك في مصر، يقول لك مصر هي بوابه الشهره، بوابه الاعمال، الانتاجات. معاك انا في الاخر الوطنيه بلادي تونس، تونس طلعت منها وتشهرت منها. لولا تونس ما كنتش نخدم في مصر، لولا القنوات تونس واحد وتونس اثنين وحنا بعد ما كنتش نجم نجي نخدم في مصر. معناتها الخبره اللي اكتسبتها مهدت لك وسهلت لك يمكن اثنين. يعني هي فتحت لي برشا افاق، معناتها السي في نتاعي كي جيت لهنا الحمد لله، معناتها نفكر برنامج يكلموني على برنامج اخر. ما بين البرامج اللي موجوده في تونس في الشبكه الشتويه، فما هكا برنامج يجبد هدى بن عمر تقول انا راه في روحي ماذا بيا لو انا نشط فيه؟ والله شوف هما البرامج كلها حلوين، فما نقله نوعيه مستوى الاعلام التونسي، معناتها حاجه حلوه، فما صراحه، فما ديمقراطيه، فما واحد يحكي بصراحه. انت فهمت؟ معناتها البرامج كلها حلوه انا نتفرج فيها، حتى صاحبتي يجيني للدار يقول لي احنا باش نتعلموا التونسي بس نحط لهم البرامج المسلسلات، يقولوا لي تيا عندكم حاجات حلوه برشا.
معناتها كي نشوف اللي ندور على القناه الكل لا فما حاجات ياسر حلوه ومزيانه ومحليها. وانا فرح كي نلقى حاجات هكا في بلادي. شو راهو تبدا في غربه تحب بلادك اكثر من تكون فيها. اي تولي تتوحشها وتحن لها اكثر. اي بيان سور نفرش المسلسلات القديمه. ما عطيتنيش برنامج يا هودي قاعده تتهرب، ما عطيتنيش هكا برنامج كيما نقولوا برنامج الحلم ليك انت ماذا بيك تنشطوا. والله برنامج الحلم عندي الكونسيبت نتاعو بغبيتو حلوه، اما ماذا بيه واحد يعمل كيف عرفت. انا طول البرنامج اللي انا كنت نعمل شي برنامج من غير كسوف نحكي على العلاقات الجنسيه ومشاكلها مش سهل اللي هو دي انك تعمل برنامج اوزي كيما هكا. انا عامل جاي 7 مليون فيو البرنامج نتاعي الانتبار فقط لهنا في مصر والبرا جاي 7 مليون فيو معناتها وبارتاجي فيه على تيك توك والانستغرام والفيسبوك. انا عندي اصحابي من برا يبعثوا لي شوف يا ودي برنامجك. وردود الفعل كيفاش تكون اغلبيتها ايجابيه ولا فما اللي ما يتقبلوش المواضيع هذه؟ لا بالعكس، هما شوف هما ديما عندهم مشكله لهنا اللي المصريه ما تنجمش تقدم برامج كيما هكا. احنا منفتحين عرفت، احنا ثقافتنا اعلى منفتحين نجم نقدموا برامج كيما هكا. فلما قدمت البرنامج كيما هكا خذيت هذا كبير. انا والله عامل 7 مليون فيو معناتها العباد الكل بارتاجيته ومعجبين معناتها سورتو احنا نطرح الموضوع بعمق وتبي اوكي في جرأه في برشا جرأه نحكي بادق التفاصيل. قلت لي نقطة مهمة، الإعلامية المصرية ما تنجمش تقدم نوعية من البرامج هذه. مازال عندهم الحشمة. هذه حاجة تزيدك هدى ولا تنجم بالعكس تعمل حساسية حتى في تونس وتقول علاش إعلامية تونسية تقدم نوعية البرامج هذه؟ بالعكس فرحانين، وخاصة من اللكنة مش مصرية 100% دونك يتقبلوا الوحدة أجنبية تقدم في البرنامج هذا. أنا ديجا في البرنامج هذا فما برشا طب طلبوني هدى نحبوا نطلعوا هكا معناتها القوا الجراه الحلوه مش الجراه المبتذله. الجراه اللي نجم نطرح موضوع بامور علميه. ايوه لا والتليفونات انا ساعات من كثر التليفونات ما نجمش نجاوب على لي كيستيون دونك لقيت الطب الكل هدي نحب نطلع هكا هدي نحب نطلع هكا. توا حبيت نرتح شويه خطط برنامج من غير كسوف يحكي على المراه في كل مجالات عرفت، يحكي على المراه كمان العربيه مش حتى المصريه تاعها مشاكلها ومواضيع حساسه معنى دي سوجي تابو. فوالا خاطر انا لهنا في مصر تعرفت بالحاجات الجريئه والحاجه بالعكس نبقى الناس كلها تتصل بيا معناتها الطب قنوات ودي نحبوا نعملوا هكا معناتها انا حتى كي نطرح مواضيع جريئه مش مقتبله جريئه اما تهم المتفرج. انا حتى كانوا عاطيني تليفون خاص باش نجاوبوا عليها خاطر نحطوا ارقام تليفونات عبد بجمعة ما نجمش نوقف تميل عرفت مشاكل والناس بالحق عجبها البرنامج وتحكي معاك بصراحة أنك تحلوها مشاكلها. هو حلوة هو الاكيد انه نوعيه البرامج الحقيقه من نوع هذا اللي تكون فيها جرأة تكون عندها صدى كبير وحتى الناس انه يتبعوها ويتفرجوا عليها، لكن تلقى برشا نقد زاده حتى في تونس ودايره ونشوفوا برامج حاجه باش نحكي بصراحه. انا لقيت نقد في تونس اكثر من مصر. في تونس اكثر مره هبطت انا في خدمتي على الباج فيسبوك فما ناس قالت هذاك علاش مشيت لمصر باش تقدم برامج كيما هكا. لا اقعد اتفرج في البرنامج تعمق فيه تتلقى انت عندك مشكله انا قاعده نحلها لك في البرنامج هذا. يمكن يعني مشكله انت ما عندكش الجرأة تحكي فيها وتلقى شكون يعطيك الحلول من غير انت حتى ما تتكلم فيها. انا برشا تونس بعثوا لي على الماسنجر قالوا لي هدى عندنا مشكله هكا وهكا احكي في تلقى حلها لنا. وبرشا وقول انا جيتنا من غير اسماء قلت ما حد كلمنا من تونس عنده مشكله هكا وهكا ونحلوها وميرسي ودي كل شيء. انا تعرف انت فما ناس هكا في تونس فما ناس ما عندها مطعم مش يعني مش اغلبيه شويه هاكا شويه صدين يا متنوش تعودنا احنا تعودنا. انا معظم الناس الحق ما فرق اذا الخبز اليومي للاعلاميين والفنانين. نطلب حاجه بربي يزيد السبان على السوشيال ميديا بربي راهو شوك تسبني ورايا عائله ديك باش تحس يزيد السبان معناتها احنا قاعدين توا في تطورات جديده وناس جدد بدلوا عقليه اي قاعدين نقدموا ببلادنا راهو السبان كي تجي انت تعمل اكونت فيك وتجي تسبني في الاخر باش تعمل بلوك. اما انا ورايا عائله معناتها احرام انك تجي غراتويتمون تسب اللي قدامك من غير ما انت ما تعرف على حد شيء. صحيح. انا فما ناس ما نعرفهمش
نفس الصبنت يعني هكذا غراتيتمون. شو ديما نقول لحد خاطر من كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، ما نسبوش بعضنا حرام. صحيح بربي بالحق. انقذني تنجم تنصحني ورايا اخواتي ورايا عيلتي، معناتها كي انت تسبني عيلتي مش باش تحس، بيان سور باش تحس، يدينا بربي راهو خلينا نتغداو لي تاكاتيا، خلينا نحبوا بعض. ان شاء الله ما عجبتكش ما تدخليش على البروفيل. ان شاء الله يا هدى، على خاطر الظاهرة ذي موجودة مش كان في تونس، في العالم الكل مالوغوزمون، الكلام لي كومنتير اللي خايبة الخايبين بلوتو تنجموا تنقدوا الانسان اللي قدامك، على خاطر ابخي تو قبل ما يكون اعلامي يكون انسان، دونك يحس. بيان سور وراه ناس ورانا عائلة بالطبيعة. ان شاء الله ان شاء الله العقليه تتبدل بالك شي، هاو فما بوادر امل، ان شاء الله كل شيء هكا تصير دمغجه كلها في مخاخنا ونبدلوا ونمشيوا للاحسن. قبل ما نكمل معاك ودي نتفكر عمني، ولا نخديتك بالتليفون وقت حكينا على امال علام، تصالحتش انت وياه؟ صارش بيك بيناتكم كونتاكت؟ لا هفش اقول لك حاجه، هي عملت غلطه، طلعت في تلجه متلفف، قالت هدى قالت لي المرحومه هي اللي قالت نحي برنامجها، انا راي ما قالتليش. شو اول حاجه واذكروا محاسن موتكم بخير. اول حاجه فاطمه بوسيها عمرها في حياتها ما جات قالت لي نحي البرنامج ولا كلمه حنا بعل ولا كلمه حد. دونك مش حلو كي تطلع في تلفزه تقول هدى بن عمر اكدت لي، انا ما اكدت لي حتى حد. وفاطمه بوسيها انا من الناس اللي نحبها والله يرحمها وحالت لي دارها وعملنا برنامج ياسر حلو. نحب الكاركتر نتاعها فاطمه، ما يهمها في حضره فاطمه، المهم هي تخدم على روحها. وفاطمه معروف دارها محلوله للي يحب يعرس واللي يحب يطهر واللي ما عندوش فلوس الله يرحمها وينعمها. ما حبيتش انا علي ما عملت لها بلوك، خاطر اجا اسالني وقال لي ما تطلعش هكاك وتقول هدى بن عمر قالت لي، انا ما قلت لها حتى شيء. لا ما قلت لها حتى شيء. فاطمه بوسيحة عمرها ما كلمت حنا بعل، وعمرها هي عندها مشاكل معروفة تصبهم ما تجبدش الموتى، كل واحد الله يرحمه ويسامحه. أما أنا ما قلتش لفاطمة بوسيحة ولا حتى حد، وعيب إن احنا نجبدوا الموتى صايرين هما عند ربي، نطلبوا لهم الرحمة والمغفرة أكها. ودوسي فكرته وبلوك وكها. شكرا بلوك، الله يرحمها فاطمة بوسيحة. وأنا فرحانة برشا اللي أنت كنت معنا هدى بن عمر، الحمد لله على سلامتك وميرسي بوكو اللي أنت كنت معنا وطمنا على صحتك وعرفنا جديدك. نشكرك برشا وخلي لك كلمة الختام للناس اللي تسمع فينا. يعيشك ميرسي لكم أنتوما، ميرسي للناس اللي تسمع فينا، توحشتهم برشا برشا تونس، توحشتهم الكل. ميرسي للناس اللي سألت عليا الكل، عيلتي وصحابي وأحبابي. وميرسي إن شاء الله يا ربي تونس تطلع وتولي حاجة كبيرة ونفتخروا ببلادنا. وأنا طوى في اللحظة هذه قدام المصاروة أنا فخورة ببلادي، فخورة بشعب بلادي. ميرسي هدى، ميرسي بوكو. ضالي عز كلمة قلتها أنك تكون فخورة ببلادك، وذي حاجة تفرحنا كتوينسا، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي يكون أحسن من اللي تعدى. وفرحنا برشا اللي البارح أكثر من 500,000 عملوا التلقيح، إن شاء الله يا ربي بوادر خير، وإن شاء الله شعب التونسي كل يعمل التلقيح والغمة ذي تنزح علينا على تونس وعلى كامل البلدان في العالم الكل في العالم أجمع. سينون نحب ربي نسلم على منال عبد القوي لكيب الكل متاع ستار تايم، يقولوا لها إن شاء الله لاباس، لطف عليك يا منال، قريت أخبار